متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. بدأت وعادت بحمد الله الأمطار اليوم إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية للمملكة، تحديدا مرتفعات أبها التي تعرضت اليوم لزخات رعدية من الأمطار، كانت غزيرة بعض الشيء خاصة في الأجزاء الحدودية مع الأراضي اليمنية، ذلك بسبب اندفاع لتيارات هوائية رطبة ناتجة وتابعة لبقايا الحالة المدارية التي أثرت على كل من سلطنة عمان واليمن. وفي باقي مناطق هناك ظهرت بعض السحب غير الممطرة في بعض الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، نبدأ بموضوع الرياح الذي متوقع أن تنشط رياح ما تسمى برياح البوارح اعتبارا من يوم غد الجمعة، وهي رياح عبارة عن شمالية تهب من الأراضي العراقية باتجاه شمال شرق المملكة و منطقة الدمام وأيضا حتى الأجزاء الجنوبية الشرقية. تنشط هذه الرياح تقريبا في شهر 6 في شهر يونيو، وهي رياح موسمية تكون أحيانا قوية مصحوبة بهبات شديدة، وتنشط أكثر شيء في ساعات ما قبل العصر ما بين الصباح وقبل العصر، وتسبب أحيانا حدوث موجات غبارية قوية في بعض المناطق أحيانا وحسب اتجاه هذه الرياح. غدا الجمعة بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تنشط سرعة الرياح هذه الرياح البوارح بمسببة موجات غبارية على الأجزاء الشرقية من المملكة، وتزداد اتساعا يوم السبت بمشيئة الله تعالى. توقعات الهطولات المطرية، يتوقع أن تتسع رقعة حالة عدم استقرار الجوي على المناطق الجنوبية الغربية للمملكة، فهذا على سبيل المثال المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية اليوم، هذه الأحوال الماطرة التي أثرت على تلك المناطق طبعا تضعف فرص هطول الأمطار في ساعات الليل. غدا الجمعة يتوقع أن تصل هذه الأمطار تقترب من الطائف مجددا بعدما تراجعت فرص الأمطار لمدة تقريبا أسبوع أو أكثر على هذه المناطق، وتصل إلى مرتفعات أبها وتمتد طبعا من مرتفعات عسير والباحة، وعفوا هي ترتفع تمتد من مرتفعات أبها وعسير إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات الطائف وأيضا المرتفعات الجبلية في جازان، كما هناك فرصة أن تمتد بعض من هذه الزخات إلى المرتفعات القريبة من المدينة المنورة. بعض الأمطار العشوائية محتملة غدا لكن بشكل محدود في مناطق حائل ومنطقة أسكاكا بشكل عام، والمناطق الشمالية الغربية من المملكة تتعرض هناك إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي بمشيئة الله تعالى. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، أجواء غائمة جزئيا بظهور بعض السحب المتوسطة والعالية، درجة حرارة 31 والأجواء دافئة بوجه عام. نستعرض سويتين درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى في بعض مناطق، نبدأها من أسكاكا 39 إلى 27 كما ذكرنا، فرصة لبعض الزخات الرعدية من الأمطار، حرارة من 37 إلى 25 وأجواء حارة في تبوك من 39 إلى 24 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة في مكة المكرمة 42 إلى 32 مع عودة لفرص الأمطار الرعدية، تعود الأمطار الرعدية غدا إن شاء الله بالطائف من 34 إلى 24، كما ذكرنا في أجزاء من مرتفعات المدينة ربما تكون هناك الفرصة مهيئة لأن تشهد بعض الزخات الرعدية من الأمطار تكون العظمى من 45 إلى 31، أما في جدة فتكون من 39 إلى 27 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية في جازان من 32 إلى 29 مع فرصة لأمطار رعدية، في أبها من 29 إلى 20 وفي الباحة من 31 إلى 24 مع عودة للأمطار الرعدية التي لا يستبعد أن تكون غزيرة في بعض هذه المناطق وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، كما لا يستبعد أن تمتد إلى بعض المناطق الساحلية كما هو الحال في منطقة جازان. بالنسبة للمناطق الشرقية في الإحساء أجواء مغبرة ولكنها حارة للغاية من 46 إلى 33، رياح نشطة وأجواء مغبرة في الدمام من 44 إلى 31، في حفر الرباط من 40 إلى 30 مع نشاط في سرعة الرياح وبعض الأتربة المثارة. المناطق الوسطى من المملكة في الرياض بعض الأتربة المثارة من 43 إلى 20، في القصيم من 41 إلى 28، وفرصة لبعض الزخات أيضا الرعدية من الأمطار مع الرياح المغبرة من 38 إلى 27 درجة مئوية. انتقال إلى توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة، تكون في الجمعة من 43 إلى 30، تبقى نفس الشيء يوم السبت من 43 إلى 30، ويوم الأحد من 42 إلى 30 درجة مئوية. قبل الختام أنوه بضرورة الانتباه من ارتفاع مستويات الغبار في الأجواء سواء في المناطق الشرقية أو في المناطق التي ربما تتعرض لزخات رعدية من الأمطار، حيث أن هذه السحب تسبق بنشاط كبير في سرعة الرياح الذي يثير الغبار
وبالتالي ينصح بإغلاق النوافذ في حال ارتفاع نسب الغبار في الأجواء وقبل حدوثها عن طريق ارتفاع سرعة الرياح. الأمر الآخر نهيب بالإخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية المملكة من الانتباه بعدم عبور الأودية بسبب توقع جريانها يوم غد قد يكون بشكل كبير وتشكل السيول في بعض الأنحاء ولو كانت بشكل محدود. كما يرجى الانتباه أيضا في المناطق الشمالية الغربية من احتمال حدوث بعض السيول المنقولة والمحدودة أيضا في نفس الوقت في نطاق جغرافية ضيقة. هذا كان كما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله. إلى اللقاء.